نبات سلخس بوسطن. يعتبر نبات سلخس بوسطن من أفضل النباتات التي يتم زراعتها في المنازل لقدرتها على تنقية الهواء والقضاء على آثار الفورمالديهيد الناتج عن احتراق الغير كامل للمواد التي تحتوي على الكربون مثل دخان حرائق الغابات وعوادم السيارات ودخان التبغ. ويتميز نبات سلخس بوسطن بالريش الكبير الذي يمتد إلى 5 أقدام ودائم الخضرة وسريع النمو والانتشار، ويعد من أسرع النباتات نموا ويسهل العناية به والإكثار منه. وتعود تسميته بهذا الاسم لأنها النباتات المنزلية الأكثر شعبية في مدينة بوسطن الأمريكية، ويطلق عليها العديد من الأسماء منها نبات الخنشار أو الفوجر. كما يتميز نبات سلخس بوسطن بترطيب الجلد للذين يعانون من جفاف الجلد لأنها بمثابة المرطب الذي يساعد على استعادة الرطوبة في الهواء. نبات اللبلاب الإنجليزي. يعد نبات اللبلاب الإنجليزي من النباتات المنزلية المتصدرة لميزة تنقية الهواء، نظرا لأنه نبات سهل النمو والتكيف في مختلف الظروف، ويتميز بطبيعته الغازية التي تسمح له بالانتشار بسهولة. ووجدت أبحاث ناسا أنه قد يكون مفيدا بشكل خاص في القضاء على الجزيئات الموجودة في الهواء مثل دخان السجائر وفي المساحات الخضراء. يقوم النبات بامتصاص الفورمالديهيد الذي يوجد عادة في بعض منتجات التنظيف المنزلية والأثاث أو منظفات السجاد. كما تشير الدراسات إلى أن الاحتفاظ بنبات اللبلاب في مكتبك قد يساعدك على إعطاء التركيز بشكل أفضل، لأنه يمكنه أيضا امتصاص أي مواد كيميائية موجودة في الجو. نبات زئبق السلام. صنف نبات زئبق السلام على أنه من أفضل النباتات المنزلية في تنقية الهواء، وهو واحد من أكثر النباتات جاذبية من حيث الشكل مع أزهاره البيضاء الفريدة من نوعها، كما أنه يضم واحد من أعلى معدلات التنقية من بين أنواع النباتات، ويساعد على خفض مستويات جراثيم العفن التي تنمو في المنزل، وذلك عن طريق امتصاص تلك الجراثيم من خلال أوراقه ثم استخدامها كغذاء، فهو مكانه المثالي في الحمام. فيمكن لزنباق السلام المساعدة على إبقاء بلاط الحمام والستائر خالية من العفن، ويمكن النبات أيضا امتصاص الأبخرة الضارة من الكحول والأسيتون. نبات بوسطن الذهبي من النباتات التي يصعب موتها كباقي النباتات، وتعتبره منظمة ناسا أنه واحد من أكثر النباتات فعالية لتنقية الهواء والقضاء على الفورمالديهيد، وينمو بسرعة كبيرة ومزيل فعال لأحادي أكسيد الكربون. نبات البامبو. يطلق عليه اسم نبات الخيزران أو عصا موسى. يمكن أن يصلح بسهولة في المناطق الصغيرة مع الإضاءة غير المباشرة، وتعتبره منظمة ناسا أنه واحد من أفضل النباتات المرشحة لتنقية الهواء من البنزين وثلاثي الكلور. ويعتبر نبات البامبو مرطبا كبير، فإنه يطلق قدرا كبيرا من الرطوبة في الهواء، ويقاوم إلى حد كبير إصابات بالحشرات. نبات الثعبان. نبات الثعبان من أفضل النباتات المنزلية في تنقية الهواء داخل المنزل. هو نبات فريد من نوعه من حيث أنه يمتص ثاني أكسيد الكربون ويقوم بإطلاق الأكسجين أثناء الليل، ويمنع الفورمالديهيد الذي يتسرب من منتجات التنظيف. نبات العنكبوت. هو أيضا من النباتات المنزلية التي تساعد في تنقية الهواء داخل المنزل، ويتطلب الضوء الطبيعي لكي ينمو، ولكن لا ينبغي أن يتعرض مباشرة لأشعة الشمس، ويزدهر في البيئات الرطبة مع سقيه مرتين في الأسبوع، وينمو بسرعة مثيرة للإعجاب. فيمكنه أن ينمو في غضون يومين فقط، ويزيل السموم في الهواء داخل الأماكن المغلقة. وأوراق نبات العنكبوت تنمو بسرعة وتساعد على امتصاص المواد الضارة مثل العفن والمواد المسببة للحساسية. تمتلك النباتات الكثير من المميزات والفوائد التي لا غنى عنها في الحياة، فهي مصدر للغذاء وتجديد الأكسجين، وتستخدم في العلاج والدواء، ويستخلص منها العطور
وتقوم عليها العديد من الصناعات، وتساعد على منع التصحر، وتحمي الحيوانات من الانقراض، وتعد مصدرا للطاقة. وتقوم النباتات التي يتم زراعتها في المنازل بدور هام جدا في تنقية الهواء، بالإضافة إلى إضفاء المنظر الجمالي داخل الغرف، وهو ما أكدته العديد من الدراسات.